أهم المواضيع، بل هو أهم موضوع، موضوع التوحيد وإصلاح العقيدة، بأن تكون عقيدة الإنسان في ربه تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لأن ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون يعني ليوحدون. فربنا ما خلقنا يا جماعة في الأرض دي عشان فقط ناكل ونشرب ونتزوج ونسترزق، وإنما ربنا خلقنا لأعظم غاية، وهي التوحيد. ومن أجل التوحيد ربنا رسل جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك ربنا ما أنزل القرآن ده كامل كله إلا عشان نوحد ربنا. الغاية من إنزال القرآن كامل كله عشان الناس توحد الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يعني ربنا ما أنزل القرآن إلا عشان ما نعبد إلا الله. والليلة عبادة غير الله اللي هي الشرك بالله موجودة في مجتمعنا السوداني ذا كثيرة، لكن احنا ما بنقول كل الناس مشركين يا جماعة، زي ما بيكذبوا علينا بعض الكذابين. قول لك شفت يا جماعة ديل بيكفروا الناس كذاب، ونحن اللي قاعدنا حارب التكفيرين، كيف نكون نحن تكفيرين؟ لكن الشرك موجود في بلدنا دي، موجود. الشرك ده عامل كيف ولونه كيف وشكله كيف؟ الشرك ده باختصار شديد الزول اللي بيمشي يدعو غير الله ده مشرك. زول مشي له لقبة أو لفكي أو نادى له شيخ من دون الله قال: يا شيخ فلان تنجدني وتفزعني، ده مشرك، ده هو المشرك ذاته. مش شيخ فلان، لو نادى الرسول عليه الصلاة والسلام مش أعظم الخلق؟ لو ناداه وقال: يا رسول الله تديني الجنة، ده كافر. لأن ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال اللي بيدعو غير الله كافر وما حيفلح أبدا. وده راقد الليلة حتى في المدايح بيقولوها، المدايح دي يقول لك ده مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، والمديح ده ما عنده علاقة بالرسول. الموجود الليلة ده المديح بتاع الصوفية ده ما عنده علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم. وقال: في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي. مع أنه الليل التلت الأخير منه من الليل الدعاء مستجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك كل ليلة. فبعد ما بدل ما ينادي الله في الثلث الأخير من الليل يقول لك: لا، في الليلة الهادي بنادي أسيادي، وكمان جملة وفرادي. فده شرك، ومع الشرك عناد وقوة راس كمان. دي المدايح الليلة الحاصلة في البلد دي، وإذا تكلمت فيها يقول لك: لا لا يا مولانا، أنتوا بتنكروا مديح الرسول،
ده ما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شرك بالله، وده في النهاية فيه السب وطعن في دين الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. دي كانت من الكلمات، إذا سألت دار تدعو يعني، قال له تسأل منو؟ قال له تسأل الله، حتى ما قال له تسألني أنا، مع إنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لكن رغم ده ما بيجوز إنه تدعوه وتستغيث به أو تتوكل عليه. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز يتوكل عليه. الليلة في ناس بيتوكلوا على ناس مجار مساكت، يقول لك والله سيدي فلان أو الفقيه فلان كتب لي حجاب، ده بيجيب لي الرزق، ده توكل على غير الله. وربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا أنتم مؤمنين، ربنا قال لنا إذا أنتم مؤمنين صحيح مؤمنين جد، قال توكلوا على الله براه. ما الواحد يلبس له حجاب ويقول الحجاب ده اللي هو بيسموه بالشريعة التميمة، لكن احنا عندنا بسموه الحجاب إهازات التميمة، يقول لك الحجاب ده بيجيب الرزق. طيب الفقيه ذاته أداك الحجاب بكم؟ يقول لك سعره 500، لكن هو أداني له ب 400، يعني الفقيه ده الرزق؟ أي يبقى كيف الحجاب بيجيب رزق؟ فقيه ما كان أكله في بطنه وبقى أغنى زول في السوق في العالم، لكن هو شغل بتاع لعب ولف ودوران يا ناس. الرزق عند الله ما عند فقيه ولا عند حجاب، خلي الحجاب بتاع الفقيه. الفقيه ذاته إن شلته جلدته لبسته جلدتيس، الفقيه كله كردمته وعملته بجلدتيس ولبسته درعته في رقبتك، الفقيه ذاته أبوك الشيخ وبقيت شايل وحايم به، ما بيجيب لك رزق يا ناس. لأنه ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وللأسف دي الحاجات اللي بيغشوا بها الناس وبيلفوا بها عقول النسوين بالذات. شفت الفكا يا ديل، تخصص نسا وتوليد، تلقى لها من نسوين ومولع البخور، ما زول عاطل ما عنده شغل يا كافي البلد، لا بيمشي المزرعة يزرع لا بيحرط الواطة، يدينه تلقاهم نعمات أنعم من الملبن والقطن. شغال شنو انت يا فكي؟ أنا شغال فكي ولا من نساوين. ويغشها يقول لها: انت عامل لك عارض، وهو اكبر عارض، الفكي ده اكبر عارض. يقول لها: شفت يا فلان يا بيت فلان، انت عامل لك عارض. ليه؟ عشان يملص الذهب اللي لابساه ده. يا ناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، والبلد دي ما بتتصلح ولا بتمشي قدام شبر، شفت شبر، الا اذا الناس وحدت الله سبحانه وتعالى وخلت عبادة القبب وعبادة الفكية والمشي للدجالين والسحرة. وانت قال بيسوي السحر منو غير الفكية وشيوخ الطرق؟ السحر ما بيزول بيسوي الا ذيل، لابد تعرف المعلومة دي. السحر ده ما بيسووا ناس غيرهم ولا غيرهم، اللي بيسووا الفكية ذيل ذاتهم ناس ابوك الشيخ، ذيل هم اللي بيسووا السحر، اللي بيسموه الناس العمل، يقول لك عملوا لي عمل، ده بيسوي منو العمل ده؟ بيسووه ابوك الشيخ ذاته. والله الذي لا اله غيره. فالناس تتوب الى الله سبحانه وتعالى. يا اخي ربنا اللي خلقك تعبد غيره؟ ربنا رزقك تشكر غيره؟ ربنا اللي حفظك تتوكل على غيره؟ ربنا قال: فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى قال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. ربنا عز وجل قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. اللي بيحفظ الله، والغريب أن الفكا يدل كلهم بيموتوا وبعضهم ما عندهم جنازاته، ما عندهم، بل بعض الشيوخ الطرق الواحد ما عنده جنة يقول لك ده مشى امريكا وتايلاند عمل له جنيات بتاعين انابيب، شيل توتال اجيب المهم بتاعين انابيب جابهم، وبعد النساوين مشوا له يقول له ادينا الجنه. هو ابوك الشيخ ما عنده جنه، ابوك الشيخ ذاته ما بلد لحد ما مشى سووا له جنيات بتاعت انابيب. في ولا ما في؟ في البلد دي. يقول لك مشى في سودان ده سووا له، قال الدو انابيب تيمان كمان وفرحان،
وبعد ده النسوان ما بتعظن يمشي يبرك له ويقول له ابوي الشيخ داير جنة، وابوك الشيخ ما عنده جنة، ادوها نبيب. فالناس حقه توعى يا ناس، الشغل ده كله عين الله، داير الرزق عين الله. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما بيموت الله، لكن الفقيد بموت، بدليل إنه عمله لقبة لما مات فوق القبر، معناته مات. يا ناس إذا كان واحد بيموت يبقى هو لا بينفع لا بيضر، لأنه لو كان بينفع أو بيضر كان نفع رقبته ودفع الضر، دفع الموت عن رقبته، كان ما مات، ما مات كان كده يزب العول كده. وبيمرض الشيخ ذاته بيمرض، ولما نمرض ما بيرضى بمستشفى بحري، يقول لك ده عالجوا في تايلاند، أزرق طيبة عالجوا في أسبانيا، في أسبانيا جابوه من أسبانيا، قال هنا مستشفى الخرطوم ما مقتنع بها، ولا رويال كير ولا بيستيكير ولا كير، كله ما مقتنع بها، قال إلا يعالجوني في أسبانيا لأنه خايف على رقبته. بعد ده الناس بيمشوا يقول له عالجنا، هو يقول عالجوني في اسبانيا هناك عند الكفار، ما بيرضى مستشفياتنا التعبانه دي، وانت تجيو تقول له ابوي الشيخ عالجني، اختفي تفلك في نص راسك. طيب ابوي الشيخ تعال برضو، ما تمشي اسبانيا، انا برضو ببزغ لك وبتمخت لك في نص راسك، تبقى كويس اذا عصوا الفهم كده. فالناس الامور دي لو نظرت لها بعقل ساكت، والله عقل ساكت، يعرفوا انه ناس ابوك الشيخ وشيوخ الطرق والناس الدجالين ديل والسحر والفكية ما عندهم الحبة، ما عندهم الحبة، ما عندهم حاجة، ولا بينزلوا المطر عشان ما يغشوك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينزل المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ده حق ربنا عز وجل، ما في احد يشارك ربنا في ملكه، حتى الشيوخ ده ربنا مالكهم وبيقبض روحهم. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فامسك في الله وخلي عباد الله، امسك في الله وخلي عباد الله ده كلهم، ربنا عز وجل بيصلح لك امورك كلها، والله كلها تنصلح. وارجع الى الكتاب والسنه، اقتصادنا بيصلح، لا مظاهرات بيصلح لها اقتصاد، ولا تغيير حاكم بيصلح لها اقتصاد، بمش ده بيجي واحد بنجمك برضه. في النهاية انت امسك في الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا، يعني وحدوا الله وخلوا الشرك وخلوا عبادة الشيوخ والقبب والفكية والدجالين والسحرة وستات الودع والكهنة والعرافين والبيفتحوا الكتاب من المجارمة والبقر في الفنجان. ربنا عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا وحدوا الله تمام واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات لاحظ من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، ونبارك للعريس، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له ويتمم له بخير ويجعل له بيت في وسعة رزق وكثرة عيال، في بركة وإيمان وتقوى وتوحيد وعقيدة سليمة. ونسأل الله عز وجل أن يزوج لجميع الشباب والشابات من المسلمين والمسلمات. شايف الزول ده قال آمين بصوت عالي الواقف في الباب ده. نسأل الله عز وجل يبارك للجميع، جزاكم الله خير، بارك الله.